بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، الحصة الماضية بدأنا درسنا الخلية وأنواعها، تعرفنا إلى الخلية النباتية والخلية الحيوانية، وتعرفنا إلى مكونات كل منهما، وأيضا تعرفنا إلى المكونات المشتركة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية، وتعرفنا أيضا إلى المكونات التي تتميز فيها الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية. اليوم إن شاء الله رح نكمل الجزء الثاني من درسنا. الخلية تقسم يا خامس الخلية إلى نوعين، أولا الخلية حقيقية النواة والخلية بدائية النواة. فماذا نقصد بحقيقية النواة؟ وما معنى بدائية النواة؟ الخلية حقيقية النواة كما شاهدنا الحصة الماضية، لما أنا عندي النواة تتكون من المادة الوراثية، والمادة الوراثية فيها تحاط بغلاف نووي، تسمى في هذه الحالة حقيقية النواة. أما إذا كانت المادة الوراثية غير محاطة بغلاف نووي، نطلق عليها اسم بدائية النواة. حقيقية النواة كما شاهدنا الحصة الماضية مثال الخلية الحيوانية والخلية البكتيرية. بما أن الخلية الحيوانية والخلية النباتية أيضا المادة الوراثية لها محاطة بغلاف نووي، إذن فهي مثال على الخلية حقيقية النواة. أما الخلية بدائية النواة واللي هي حكينا غير محاطة المادة الوراثية لها بغلاف نووي، فمن الأمثلة عليها اللي راح ندرسها إن شاء الله في هذا الدرس الخلية البكتيرية. كمان مرة يا خامس، الخلية حقيقية النواة تعريفها: المادة الوراثية فيها تكون محاطة بغلاف نووي. أما الخلية بدائية النواة، المادة الوراثية فيها غير محاطة بغلاف نووي. نشوف كمان مرة هاي الخلية الحيوانية والخلية النباتية. مثل ما شفنا الحصة الماضية، هاي عندي هون النواة، هاي المادة الوراثية، شايفين المادة الوراثية هي محاطة بغلاف نووي. أيضا هون هي المادة الوراثية ومحاطة بغلاف نووي. إذن الخلية النباتية والخلية الحيوانية من الأمثلة على الخلايا حقيقية النواة. هلأ نشوف مع بعض بدائية النواة مثال عليها الخلية البكتيرية. نتعرف على الخلية البكتيرية. شوفوا معي خامس، الخلية البكتيرية تتكون من أول شيء عندي جدار خلوي وغشاء خلوي، وأيضا سيتوبلازم ومادة وراثية. انتبهوا علي هون، أهم شيء عندنا المادة الوراثية، لأنها هي اللي بتفرق بينها وبين حقيقية النواة عن بدائية النواة. هاي المادة الوراثية غير محاطة بغلاف نووي، إذن فهي بدائية النواة. البكتيريا كائن حي وحيد الخلية. وحيد الخلية بمعنى يتكون من خلية واحدة فقط، يتكون من خلية واحدة ومن مكوناتها. حكينا عندي سيتوبلازم، جدار الخلية، والمادة الوراثية، وغشاء خلوي. جدار خلوي أو جدار الخلية نفس المعنى يا خامس، غشاء خلوي أو غشاء الخلية نفس الشيء. طيب عندي هلأ نواة حقيقية أم بدائية، كيف بدي أميزهم؟ كمان مرة، هي عندي صورة الخلية البكتيرية، أي صورة الخلية الحيوانية والخلية النباتية. مثل ما أنتم شايفين هون، هاي المادة الوراثية في البكتيريا، هاي شكلها غير محاطة بغلاف نووي. أما المادة الوراثية في الخلية الحيوانية والخلية النباتية فإنها محاطة بغلاف نووي، وبالتالي تعتبر البكتيريا بدائية نواة والخلية الحيوانية والنباتية حقيقية النواة. أقارن بين الخلايا السابقة في الجدول الآتي. عندي جدول، افتحوا معي خامس. عندي الخلية، عندي هون خلية بكتيرية، خلية نباتية، خلية حيوانية. بدي أعمل مقارنة بين الخلايا من حيث وجود غلاف نووي ووجود مادة وراثية. البكتيريا، هل تحتوي البكتيريا على غلاف نووي؟ لا طبعا، ولذلك فهي قلنا بدائية النواة. ولكن هل تحتوي على مادة وراثية؟ نعم، ممتاز. إذن تحتوي البكتيريا على مادة وراثية ولكن لا تحتوي على غلاف نووي. الخلية النباتية قلنا تحتوي على غلاف نووي، وبالتالي فهي حقيقية النواة.
وأيضاً تحتوي على مادة وراثية. الخلية الحيوانية مشابهة للخلية النباتية، إذن فهي تحتوي على غلاف نووي ومادة وراثية أيضاً. عفواً، أتتبع الخريطة المفاهيمية الآتية. نشوف الخريطة اللي عندنا. الخلية تقسم إلى نوعان، بدائية النواة وحقيقية النواة. بدائية النواة قلنا تكون فيها المادة الوراثية غير محاطة بغلاف نووي، أما حقيقية النواة تكون فيها المادة الوراثية محاطة بغلاف نووي. من الأمثلة على بدائية النواة الخلية البكتيرية، من الأمثلة على حقيقية النواة الخلية النباتية والخلية الحيوانية. أتأمل الخريطة السابقة وأكتب ثلاث جمل علمية صحيحة حول الخلية. نشوف أول جملة شو حكينا؟ الخلية تقسم إلى أو تقسم الخلية إلى نوعين، بدائية النواة وحقيقية النواة. اثنين، الخلية بدائية النواة المادة الوراثية لها غير محاطة بغلاف نووي. ثلاثة، الخلية حقيقية النواة المادة الوراثية لها محاطة بغلاف نووي. ممتاز. أحاكي الخلية. عندي يا خامس هلأ حوار كأنه بين مكونات الخلية الخلية النباتية. كل مكون من المكونات بيحكي عن نفسه، عن وظيفته. أقرأ الحوار الآتي بين مكونات الخلية النباتية وأجيب. الجدار الخلوي. أنا الجدار الخلوي، أعطي الخلية النباتية الدعامة والشكل الثابت، وأحيط بالغشاء الخلوي. إذا لو سألتك يا خامس ما وظيفة الجدار الخلوي؟ ممتاز، يعطي الخلية النباتية الدعامة والشكل الثابت ويحيط بالغشاء الخلوي. نفس الشيء الغشاء الخلوي، أنا غشاء بلازمي أحمي مكونات الخلية وأسمح بتبادل المواد من الخلية وإليها. إذا وظيفة الغشاء الخلوي حماية مكونات الخلية والسماح لها بتبادل المواد من الخلية وإليها. النواة أحاط بغشاء نووي وأحوي المادة الوراثية وأتحكم بأنشطة الخلية. إذن وظيفة النواة تحوي المادة الوراثية وتتحكم بأنشطة الخلية. البلاستيدات الخضراء أكسب الخلايا النباتية اللون الأخضر وأصنع الغذاء. إذن وظيفة البلاستيدات الخضراء تعطي النبتة اللون الأخضر ومسؤولة عن صنع الغذاء. السيتوبلازم أنا سائل هلامي أملأ فراغ الخلية ويوجد في داخلي النواة وجسيمات الخلية التي تسمى عضيات. إذن شو وظيفة السيتوبلازم؟ يملأ فراغ الخلية ويوجد في داخله النواة وجسيمات الخلية أو عضيات الخلية. المادة الوراثية أحدد صفات الكائن الحي وأنقلها من الآباء إلى الأبناء وأتواجد داخل النواة. إذن المادة الوراثية وظيفتها تحدد صفات الكائن الحي وتنقلها من الآباء إلى الأبناء، وين موجودة؟ داخل النواة. السؤال الأول، شكل الخلية النباتية ثابت، لماذا؟ ليش يا خامس شكل الخلية النباتية ثابت؟ ممتاز، لأنها محاطة بالجدار الخلوي الذي يعطيها الدعامة والشكل الثابت. السؤال الثاني، لماذا تعد النواة أهم جزء في الخلية؟ ليش؟ شو وظيفتها النواة؟ ممتاز، لأنها تحوي المادة الوراثية وتتحكم بأنشطة الخلية. رقم 3، ما سبب تلون بعض أجزاء النباتات باللون الأخضر؟ ليش بعض أجزاء النباتات ملونة باللون الأخضر؟ ممتاز، لاحتوائها على البلاستيدات الخضراء. هلأ يا خامس نشوف مستويات التنظيم الحيوي في الكائنات الحية. قلنا الخلية هي مستوى الأول أو وحدة البناء الأساسية. طيب إذا كان أنا عندي مجموعة من الخلايا شو بسميها؟ نشوف المخطط اللي عندي. أتتبع المخطط الآتي وأجيب. عندي أول مستوى قلنا الخلية اللي هي أصغر جزء. المستوى الأول اللي هو أصغر جزء وهي وحدة البناء الأساسية. مجموعة من الخلايا تعطيني
شايفين مجموعة من الخلايا تعطيني نسيج. ممتاز. مجموعة من الأنسجة يا خامس إذا جمعتها مع بعض شو بتعطيني؟ ممتاز، تعطيني عضو. مجموعة من الأعضاء تجتمع مع بعض تشكل جهاز في جسم الإنسان. إذا خلية، نسيج، عضو، جهاز. السؤال الأول، ما المستوى الأول في المخطط؟ شو قلنا المستوى الأول اسمه؟ أحسن، الخلية. السؤال الثاني، ماذا نسمي تجمع الخلايا المتشابهة في الشكل والتركيب والوظيفة في المستوى الثاني في المخطط؟ شو بسمي مجموعة الخلايا حكينا؟ ممتاز، نسيج. إذا من هون يا خامس بقدر استنتج تعريف النسيج. لو سألتك ما هو تعريف النسيج؟ هو مجموعة من الخلايا المتشابهة في الشكل والتركيب والوظيفة. أحسنتم. السؤال الثالث، ماذا يكون تجمع الأنسجة المختلفة في التركيب كما يبدو في المخطط وماذا يسمى؟ تجمع الأنسجة المختلفة في التركيب شو بسميه؟ ممتاز، العضو. إذا تعريف العضو هو مجموعة من الأنسجة المختلفة في التركيب. أربعة، ماذا يكون تجمع الأعضاء المختلفة والتي تتكامل معا لأداء وظيفة محددة؟ شو بسمي تجمع الأعضاء؟ ممتاز، جهاز. إذا الجهاز هو مجموعة من الأعضاء المختلفة التي تتكامل معا لأداء وظيفة محددة. ما اسم الجهاز في المخطط وما وظائفه؟ شو اسم الجهاز اللي عندك في المخطط؟ ممتاز، الجهاز التنفسي، ويساعد وظيفته مساعدة الجسم على التنفس. أستنتج أن تسلسل مستويات التنظيم الحيوي في جسمي كما يأتي. يلا نتسلسل فيها. قلنا المستوى الأول هو الخلية. ممتاز، تجمع الخلايا بعطيني نسيج. أحسن، مجموعة الأنسجة تعطي عضو. ممتاز، مجموعة الأعضاء ماذا تشكل؟ أحسنتم، جهاز. وطبعا مجموعة الأجهزة في الجسم تشكل جسم الإنسان كامل. أكتب بلغتي تعريفا لكل مما يأتي. عندي الخلية، النسيج، العضو، الجهاز. أولا الخلية، شو حكينا تعريفها؟ ممتاز، هي وحدة البناء الأساسية للكائنات الحية. النسيج قلنا هو مجموعة من الخلايا المتشابهة في الشكل والحجم والوظيفة. العضو هو مجموعة من الأنسجة المختلفة في التركيب. الجهاز هو مجموعة من الأعضاء التي تتكامل معا لأداء وظائف الجسم. عندي أختبر نفسي خامس، افتحوا معي. المخطط السهمي الآتي يمثل مستويات التنظيم الحيوي في النبات. نشوف في النبات كيف. انتبهوا عندي على الصورة، شايفين هون المستوى الأول شو حكينا اسمه؟ الخلية. ممتاز، طيب مجموعة الخلايا ماذا تشكل؟ أحسنتم، نسيج. ومجموعة الأنسجة تعطيني، بالنسبة للجسم الإنسان بسميه عضو، ولكن في الورقة أو في النبتة، عفوا في النبتة بسميه جزء اللي هو الورقة. طيب مجموعة الأجزاء في النبتة شو بتعطيني؟ النبتة كاملة. يعطيكم العافية خامس، شكرا لكم، وبتمنى إن شاء الله الحصة الجاي رح نجاوب أسئلة الوحدة. بتمنى تعملوا مراجعة للمادة أساس تتمكنوا من حل الأسئلة إن شاء الله بنجاح. شكرا لكم، يعطيكم العافية.